سليمة الكرة في الجانب الأيمن الآن، أيمن المسرح أو اللي هو فيصل المطير، يعبر يعاني على المرور، يعاني على المرور والتمرير. كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول أول يا محمد يا حارثي، الجول الأول، هدف أول يا برونو يا جراسي. هي هي من المرور، هي هي من البداية، هي هي من المراوغة. النجمة ونجمة عنيزة يبدأ المباراة، وعلى غير العادة طالما يلعب العين على ملعبه هو من يتقدم دائما، إلى أن الضيوف ونجمة عنيزة عن طريق محمد الحارثي هم من يبدأوا المباراة، هم من يبدأوا التسجيل. واحد للا شيء، محمد اللي بداها، أرسل كرة وتمريرة، الله أي مرور يا فيصل ينطير، أرسل تمريرة بعد ذلك، تابعها لاعب الارتكاز محمد الحارثي ليودعها بسلام إلى مرمى برونو جراسي. حلو، يعني 6 دقائق أولى وفيها جول، هذا أمر رائع جدا في محصلة المباراة وفي قادم الدقائق للمباراة. موسم رائع قدمه في القيصومة هذا محمد الحارثي، يا عيني على التمريره الذكيه يا فريدي. قول ثاني، قول ثاني، قول ثاني، قول ثاني، قول ثاني، قايل لا يستعجل اطلاقا، لا يستعجل يا عبد الله يا حماد على الجول الثاني، لا يستعجل ابناء عنيزة على الثاني ابدا. قول ثاني، استدرجوا العيناويه وبعد ذلك بتمريره، هي اي تمريره، هي اي تمريره، اي تمريره ما بين سيلا داوود وناصر الهليل. انت امام برونو جراسي، انت امام برونو جراسي، وحيدا امام المرمى، وحيدا امام المرمى، يرسلها على يمين البرازيلي. جول ثاني، جول ثاني ليؤكد الأفضلية. عبد الله حماد شاهد الصعود بالكرة، يا عيني على التمريرة يا فريدي، يا عيني على التمريرة يا فريدي، إلى عبد الله أمام برونو، وحيدا أرسلها بلا مضايقة، بلا مضايقة. قايل لك مع الوقت سيبدو الأمر شاق، صعب، مرهق بالنسبة لدفاعات العين. اثنين للا شيء، دعجاني هو الحل، هو الحل. واحدة من تمريرات ناصر ربما تقلص وتعيد العينوي. يا سلام يا سلام يا ملوم، يا ملوم يا ملوم، جول 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 جول. أنتوني أكبوتو يريد نهاية سعيدة لدوري هذا العام، النيجيري يريد أن يكتب سطورة الأخيرة في الجولة الأخيرة. أنتوني أكبوتو يقلص الفارق الآن من ناصر إلى مالوم، مالوم بذكاء، هي فكرة الجول كلها في تمريرة عثمان مالوم. أنتوني أكبوتو بعد ذلك أرسل تسديدة سريعة جدا، هي هي، لا تصد يا خالد يا مقاطيب، لا ترد يا خالد، البراء اللي شال وياه مدافعين. وأنتوني، أنتوني قبض على المساحة، مر كنترول وتسديدة بعد ذلك سريعة على يسار المقاطيب. 2-1، كل سيضفي شيء من الإثارة في شوط المباراة الثاني، كل سيعطي سواريز. إلتون يرسل كرة عرضية في القائم البعيد، كتابة النهاية بطريقته الخاصة، يريد كتابة نهاية سعيدة، ويريد تخليد هذه النهاية السعيدة في هذا الموسم مع العيناوية. الله، أي مباراة يا أنتوني، أي مباراة، يبحث من بداية المباراة وكل الجولين والعين يلعب بعشرة لاعبين، يعني بعد الطرد بسبع دقائق سجل الأول، والآن قبل نهاية المباراة ب8 دقائق. شاهد أنتوني عرضية رائعة من إلتون في الزاوية البعيدة، البعيدة والمعاكسة لخالد المقيطيب. جول ثاني، جول ثاني، أنتوني أكبوتو. هذه قيمة هذه المباراة، تساهم في رفع بالنسبة لتكلم عن مهاجم.